أهلا بكم. قالت عضوة اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي أن العراق سيقترض بحسب مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019 من 21 جهة خارجية. وأضافت التميمي في تغريدة لها على موقع تويتر أن وزارة الكهرباء وحدها ستقترض من 14 جهة خارجية وواحدة داخلية، وشددت على أن الموازنة تسير بالاتجاه الخاطئ. قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة التميم أحمد العسكري أن كمية النفط المستخرجة من الحقول النفطية في المحافظة تقدر بنحو 500 ألف برميل يوميا. وأوضح العسكري أن 100 ألف برميل تصدر إلى تركيا عبر خط جيهان، ونحو 400 ألف فقط تحول إلى الإنتاج المحلي. وأشار العسكري إلى أن كمية النفط المستخرجة من الحقول قليلة جدا مقارنة بحجم الخزين الكبير، مؤكدا أن شركة نفط الشمال هي الشركة الوحيدة التي تعمل في الحقول. تنوي شركة روسفنت الروسية شراء نحو 6 ملايين طن من النفط الخام بقيمة تتجاوز ملياري دولار من كردستان العراق العام المقبل. ووفقا للموقع الإلكتروني للشركة، فإن روسفنت ستشتري 5,140,000,000 طن من النفط بقيمة 1,900,000,000 دولار من شركة غازبروم نفط التي تمارس نشاطها في كردستان العراق. واستحوذت شركة النفط الروسية العملاقة على ملكية خطوط أنابيب تصدير النفط والغاز في كردستان العراق في 2017، ووافقت على اقتراض الحكومة أو إقراض الحكومة في أربيل ما يزيد على ملياري دولار. كشف النائب صباح العقيلي عن دخول بنزين ملوث إلى بغداد مصدره مصفى بمحافظة أربيل، تم فرضه من قبل الجهات المتنفذة في وزارة النفط. وقال العقيلي أن هناك منتوجاً للبنزين قادماً من مصفى كار بمحافظة أربيل إلى مستودع الرصافة غير مطابقاً للمواصفات، وبيّن أنه تم اكتشاف 9 سيارات تحمل رواسب غير مطابقة للتعليمات وملوثة وتسبب ضرراً بيئياً تم تفريغها في مستودع الرصافة شرقي بغداد. هذا وطالب العقيلي وزارة النفط بتوضيح عاجل لذلك الإجراء وأسبابه، لافتا إلى أن المنتوج الجديد يتحول إلى بعض المحافظات الشمالية، بينما يحول المنتوج الرديء إلى بغداد. دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن دخول البيض الفاسد إلى البلاد. وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت أن قضية عبور المواد التالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري ومن بينها البيض الفاسد من بعض الدول تتحملها جهات السيطرة والتقييس النوعية ووزارة التجارة كونها المسؤولة عن دخول المواد التالفة. وأضافت ندى شاكر أن هذه الفوضى لم يكن لها أي معالجة رغم كثرة المناشدات والمطالبات بالحد منها. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. إلى اللقاء.